طبعا مراحل كتيرة مر بيها البريد زي ما حضراتكم تابعتوا من خلال التقرير منذ نشأته لحد دلوقتي ما بقاش في حاجة اسمها ساعي ولا حاجة اسمها بوسطجي. طبعا عشان نعرف كل التفاصيل هنعرفها من الأستاذ نرمين حسن رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير محمد، اهلا بحضرتك استاذ جمانة استاذ المسؤول. اهلا بحضرتك. اعتقد دلوقتي ان احنا خلاص مش في حاجه للبوسطجي او يعني الشكل الكلاسيكي اللي احنا كنا متعودين عليه بالنسبه لساعي البريد او البوسطجي، خلاص ما بقيناش في حاجه ليه. والله يا فندم احنا دايما هنكون موجودين نخدم المواطنين المصريين طبعا. لا مكاتب البريد باذن الله ودايما هنستحضر خدمات فندم. احنا مكاتب البريد اكيد طبعا محتاجينها طبعا مكاتب البريد اكيد محتاجينها بعمليات التطوير اللي تمت فيها، لكن اقصد ساعي البريد اللي كان بيلف زي ما شفنا من خلال هذا التقرير بالعجله بتاعته يوصل جوابات للناس، هو ده اللي انا اقصده. لا يا فندم هو مش هيلف دلوقتي بالعجله، بس هو هيوصل خدمات الاي كوميرس وطرود التجاره الالكترونيه، وكمان هيستخدم الالكتريفايد كارز اللي هي السيارات اللي تعمل بالطاقه الكهربائيه او بالطاقه النظيفه للحفاظ على البيئه. البريد المصري دلوقتي بيستهدف التوسع في خدماته من خلال تقديم خدمات التجاره الالكترونيه سواء محليا او دوليا، سواء تشجيع المنتجين المصريين للوصول للاسواق الدوليه من خلال خدمات شحن متميزه جدا بجوده عاليه جدا وباسعار اقل بكثير من الشركات الخاصه. الحقيقه احنا مؤمنين بدور ان احنا دايما نمكن المواطن المصري بكافه الطرق من خلال تحديث خدماته.